السلام عليكم ورحمة الله. سيطرت قوات الجيش الوطني على ميناء وأحياء مدينة المخا غرب تعز، وجاءت هذه العملية الحاسمة بعد أيام من تضييق الحصار على مدينة المخا، في حين أفادت مصادر عسكرية بفرار ميليشيا الحوثي والمخلوع باتجاه شمال المدينة والطريق المؤدي إلى الحديدة. نتوقف مع هذه التطورات العسكرية لنناقشها في محورين: ماذا بعد تحرير مدينة وميناء المخا على الساحل الغربي؟ وما مدى احتفاظ قوات الجيش الوطني بالمكاسب العسكرية والجغرافية وتأمين المناطق المحررة؟ ميليشيا الحوثي والمخلوع باتت بين فكي كماشة، فمن الشرق أصبح الجيش الوطني على مقربة من العاصمة صنعاء، ومن الغرب تشكل سيطرة الجيش على مدينة المخا ومناطق حيوية في تهامة وعلى الطرق الرابطة بين أكثر من محافظة، بداية قوية لمعركة الساحل اليمني على البحر الأحمر. أهمية هذه التطورات تكمن في أنها تقطع طرق إمداد الإنقلابيين بالسلاح عبر شبكات تهريب نشطة، فضلا عن فرض واقع عسكري وجغرافي جديد. لتبقى الأسئلة الأكثر إلحاحا هي الوجهة المفترضة لقوات الشرعية والتحالف العربي في هذه المرحلة، ومدى قدرتها على تأمين مكاسبها العسكرية والجغرافية من أي خطر محتمل. نتابع التفاصيل في تقرير الزميل كمال حيدر، ومن ثم نبدأ النقاش. المخا بالكامل خارج جغرافيا سلطة الميليشيا، بعد أيام من انطلاق عملية الرمح الذهبي لتحرير المدينة وغيرها من مدن الساحل الغربي. وبحسب مصادر عسكرية، فقد سيطرت قوات الجيش الوطني على الميناء والأحياء الواقعة بوسط مدينة المخا غربي تعز، فيما تعمل وحدات عسكرية على تمشيط باقي الأحياء وإزالة الألغام التي زرعتها الميليشيا بكثافة لإعاقة حركة قوات الجيش الوطني في بعض المناطق. وبحسب المصدر، فإن الجيش تمكن من تمشيط الأحياء السكنية في العروق والمغيني وسويس والحالي والجعدي والشاذلي والعمودي، فيما تعمل قيادة الجيش على تثبيت خطة أمنية لتأمين المدينة بعد إخراج الميليشيا منها، تحسبا لأي ردة فعل من قبل الميليشيا قد تستهدف بعض المنشآت الحيوية في المدينة. وبعد إعلان تحرير المخا وعودتها إلى سلطة الشرعية، باتت الأنظار حاليا تتجه إلى الخطوة التالية في عملية الرمح الذهبي، والتي من المفترض أن تقود قوات الجيش نحو مدينة الخوخة القريبة، فيما يبقى الهدف الأكبر والمعلن عنه هو مدينة الحديدة وميناؤها، الذي تؤكد سلطة الشرعية والتحالف العربي أن بقاءه تحت سيطرة الميليشيا يمثل تهديدا لحركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر. تنكمش جغرافيا سلطة الميليشيا كل يوم، فيما تمضي عملية الساحل الغربي نحو هدفها المتمثل في عزل الميليشيا وسلطتها في المناطق التي تسيطر عليها في عدد محدود من المحافظات الشمالية قبل إسقاطها بشكل نهائي. ستخوض ميليشيا الحوثي والمخلوع معركتها الأخيرة في تهامة على سواحل الحديدة، وهي المعركة التي قد تستغرق وقتا طويلا، ومن المتوقع أن تكون أكثر صعوبة من كل المعارك السابقة، نظرا لأنها ستكون حاسمة في تحديد مصير سلطة الميليشيا، ولأن قواتها هناك تختبئ خلف مئات الآلاف من المدنيين على النحو الذي حدث في المخا قبل تحريرها. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وللحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض قائد قوات الاحتياط اللواء سمير الحاج. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور أخي العزيز. أهلا ومرحبا بك. في البداية، هل يمكن سيادة اللواء اعتبار معركة المخا حسمت تماما لصالح الشرعية؟ شكرا لك أخي الكريم ولمشاهدي قناة بلقيس. في حقيقة الأمر نستطيع أن نقول عسكريا حسمت المعركة، ربما هناك بعض المعوقات لتحرك المشاة والآليات، وهي عبارة عن مجموعة الألغام الكثيفة التي زرعت على بعض المناطق وخاصة في الميناء، وأيضا تصفية بعض القناصة الذين لم يسلموا أنفسهم حتى الآن وهم في حكم المحاصرون تماما. الأمور تمشي بترتيب جيد، وخطة العمل في المنطقة ودخول المدينة سار بشكل أكثر من ممتاز، وأقول وأطمئن الجميع بأن مسار الرمح الذهبي يسير بشكل جيد. نعم، إذن ماذا بعد المخا بالنسبة للجيش الوطني وأيضا عملية الرمح الذهبي؟ هو لا نحن ربما أعلن الجيش الوطني وأعلن التحالف و يعني حدد أن مسار الرمح الذهبي هو عبارة عن خط ممتد من منطقة باب المندب وحتى منطقة ميدي، هذه كلها رمح واحد إن شاء الله ستعمل في عدة جبهات. ربما الآن المعركة الشرسة والقوية الآن تدور في
ما بعد ميناء ميدي أيضا في منطقة الطائف في وسط المدينة على بعد 20 كيلو من مدينة الحديدة، أيضا في كثير من نقاط التماس الأخرى التي تستخدم لتهريب الأسلحة. نعم. والذخائر من عدة جهات للحوثي وصالح. نعم سيادة اللواء، حديث الرئيس عبد ربه منصور هادي في حواره الأخير تحدث بأن هناك اتفاق مع نائب الرئيس بأن الجبهات ستتحرك من المخا وأيضا من ميدي، لكن ما يبدو حتى اللحظة لا يوجد أي تحرك ربما حقيقي في جبهة حرض وميدي، ما هي الأسباب؟ والله الحقيقة ليس هنا التحرك قائم ولم يتوقف، دعني فقط أؤكد لك بأنه نقطة منطقة ميدي وحرض هي ربما النقطة الأقرب إلى جغرافيا كما تعلم إلى الحديدة. منطقة تمركز الحوثيين أيضا في صعدة، هذه نقاط قريبة جدا باتجاه وأيضا حجة. محافظة حجة الذي تمدهم بكثير من العناصر. نعم. لكن في المحصل أستطيع أن أؤكد لك أن المعركة لم تتوقف، ربما يشوف أحيانا بعض البطء لكنها مستمرة وهي معركة واحدة لابد أن تنتهي بكاملها على هذا الشريط الساحلي. نعم. جرى الحديث وربما أصبح الحديث في هذا الجانب غير مجدي بأن جبهة حرض وميدي لا تلقى نفس الدعم الذي يعني تلقته القوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المخا، ولو حدث وتم الدعم في هذه الجبهة ربما لتغيرت مسار المعركة. يعني ربما أنا لا أتفق مع هذا الطرح لأنه في الأخير المعركة واحدة، ولا أعتقد أن هناك تقصير في هذه الجبهة أو تلك، لكن ربما يعني الظروف الجغرافية، ظروف تحرك الآليات والمعدات، تظل في جبهة ميدي هي الأكثر ضيقا من منطقة المخاء المفتوحة. نعم. دعنا يعني نكون أكثر إيجابية في القول بأنه كل الجبهات ستتحرك بدعم جيد وممتاز جدا من دول التحالف، فقط ربما يقل الضغط هنا أو هناك بحسب جغرافية المنطقة وليس هناك أي أمر آخر. نعم. فيما يخص تأمين الآن مدينة المخا بعد أن تم السيطرة عليها من قبل الجيش الوطني، خططكم لتأمين هذه المديرية لا سيما ولا زالت يعني ربما الجبهة أو ظهر يعني كل المناطق التي تحيط بالمخا تسيطر عليها الميليشيا، وعلى وجه التحديد مثلا موزع؟ لا، في موزع أعتقد المعركة يعني بإذن الله تعالى نحن متفقين على الانتهاء فيها، بدأ يشعر يعني أفراد الميليشيات بانهيار كبير جدا، هناك فرار نرصده يوميا بشكل جماعي، هناك إعادة لهؤلاء المقاتلين تحت خط النار وإلا سيقتلوا من الخطوط الخلفية، الأمور ماشية بشكل جيد. نحن أمامنا أمرين في مديرية المخا، وهي أولا التأمين الأمني لممتلكات الناس والمواطنين، والأمر الثاني أيضا الإغاثة العاجلة لهذه المنطقة التي أصبحت شبه منكوبة بسبب هؤلاء العصابات التي تمركزت في داخل المدينة. نعم سيادة اللواء، هل يعني سيتم إعلان مديرية المخا يعني مديرية محررة ويتم أيضا عودة الحياة لهذه المديرية، أم لا زالت الآن ربما محل يعني مواجهات عسكرية حتى اللحظة، وإلى متى ستستمر؟ لا الاستمرار، دعني أؤكد للإخوة المواطنين أنه بمجرد أن تستقر الحالة ويبدأ أقل شيء نزع يعني أن أقول حقول الألغام الموجودة في خطوط سير المواطنين، وكذلك تصفية الجيوب الموجودة من هؤلاء القناصة وبعض الأفراد، أعتقد أن التحالف سيعلنها وسنعلن الجيش الوطني سيعلنها أيضا منطقة محررة، وسيعود الناس إلى بيوتهم وأعمالهم طبيعي. كل المناطق المحررة الآن تلاحظ أنها تعود وتعيش طبيعيا، ولا تبقى إلا المناطق التي فيها الميليشيات التي تستمر في العبث فيها. نعم سيادة اللواء، يقال أن تحرير المخاء سيفتح جبهتين رئيسيتين، وربما طال الحديث في هذا الجانب، إحداهما ستتوجه نحو مدينة الحديدة والأخرى ستنطلق شرقا لاستكمال عملية تحرير مدينة تعز، حقيقة هذه الخطة بالنسبة لكم أنتم كقيادة في الجيش؟ جميع الخطط يعني خطة تحرير تعز تمشي وبشكل جيد، ربما المخاء هي طبعا إحدى مديريات هذه المحافظة، سيكون لها تأثير كبير عندما تستقر المحافظة وسيمنع خطوط إمداد الميليشيات من هذه المنطقة، أيضا خطوط التماس الموجودة في منطقة مقبنة وأيضا البرح ومنطقة أيضا تقاطع موزع، كل هذه المناطق عندما تحرر
ستمنع تحرك الميليشيات في اتجاه محافظة تعز وستقلل من إمكانية بقائهم، ومن ثم ستتحرك الجبهات الداخلية لتلتقي كلها بإذن الله تعالى في منطقة البرح، وستكون بذلك ربما المنفذ الغربي بالكامل وتفاصيله قد حررت. نعم، الآن سيادة اللواء، أكثر ربما الموانئ التي لا زالت تسيطر عليها الميليشيا وربما هو خط إمداد رئيس بالنسبة لهم في شتى المجالات وهو ميناء الحديدة، هل الآن يعني يمكن الحديث عن خطة عسكرية قريبة المدى لانتزاع وتحرير هذا الميناء وأيضا الساحل الغربي بشكل عام؟ أقول لا، أنا أؤكد أولا أنه أصبح المجتمع اليمني والمجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي بات يدرك جيدا بأن هذه المناطق عندما تتواجد فيها الميليشيات فإنها ستكون خطر على الملاحة ليست اليمنية ولا الإقليمية وإنما حتى الملاحة الدولية، ومن ثم أعتقد عندما تحدثنا عن مسألة الرمح الذهبي قلنا أنها ستمتد من منطقة المندب وحتى تصل إلى ميناء ميدي لمنع تواجد وتسلل هذه الميليشيات وتأثيرها وخطورتها على الملاحة الدولية، وكما تعرف أهمية هذه الملاحة في هذه المنطقة. نعم، سيادة اللواء سمير الحاج قائد قوات الاحتياط، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وينضم إلينا الآن أيضا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن الشهري. مساء الخير سيادة العميد. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا ومرحبا بك. البداية، كيف ترى سيادة العميد أهمية إنجاز تحرير مدينة المخا، ميناء المخا، باعتباره قريب من المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية وأيضا ربما منطقة استراتيجية كبيرة بالنسبة للعالم؟ عملية الرمح الذهبي عملية استراتيجية تمكن استراتيجية العمليات في اليمن حاليا للوصول إلى أهداف مرحلية وصولا إلى الهدف النهائي صنعاء. أنا أعتقد أن هناك رسائل أيضا من ضمن هذه العملية إقليمية ودولية. الممر الاستراتيجي أصبح لنا من الآن بعد تحرير مصر، أتمنى في رسالة لإيران أنه تم سد أهم ثغرة كانت تستخدمها إيران لإيصال المخدرات والأسلحة والعمليات تهريب العمليات وأدوات القتل والدمار للشعب اليمني. ثم نعم، أيضا أعطت بعد معنوي للجيش اليمني، أصبح الآن قادر على أن يقوم بعمليات مشتركة. نعم، ونتمنى أن تكون أيضا دافع للجبهات الأخرى في ميدي وفي مهم وفي الجوف وكذلك في سعدة أن تتحرك أيضا بمثل حركة وقوة العمليات العسكرية في جنوب غرب تعز. نعم سيادة العميد، جرى الحديث مؤخرا بأن قيادة التحالف العربي في باب المندب، في مديرية المخا، ميناء المخا بإشراف من الإمارات العربية المتحدة، ربما خطواتها تبدو أكثر سرعة في إنجاز هذه المهمة على العكس تماما في مديرية يعني في حرض وميدي التي ربما جرى الحديث من بعض وسائل الإعلام بأنها بإشراف من المملكة العربية السعودية بإشراف مباشر. لماذا عدم يعني وجود ربما نسميه تناغم بنفس اللحظة بتحرك هذه الجبهة في نفس المسار الذي تحركت به جبهة باب المندب والمخا؟ لا يمكن قبول مثل هذا الكلام. المملكة العربية السعودية هي من تقود التحالف، هذا نعم. واحد. ثانيا، من يقوم بالعمليات الأساسية في جنوب غرب تعز، نعم، من يقود الرمح الذهبي هناك هي قوات المقاومة الجنوبية الوطنية الشريفة القوية التي ولاءها لليمن، نعم، وملكيات اليمن. نعم، التخاذل والعلة هي في من بعض مع الأسف القادة من المحافظات الشمالية، وهم من أخل بشروط العمليات العسكرية في ميدي وفي نهم مع الأسف. السؤال هذا يوجه لمعالي رئيس أركان المقدشي، ولا يمكن أن تكون مادة إعلامية أن نقول أن العمليات التي تقودها الإمارات لا تقود عمليات عسكرية. التحالف هو عملية مشتركة، قيادة مشتركة، ولكن بقيادة المملكة العربية السعودية. نعم، السعودية الفاعلة والنافذة في جنوب غرب تعز الآن في البحر الأحمر، وهي من تقوم بالعمليات الرئيسية أيضا في هذه المعركة. نعم، يعني ذكرت بأنه يعني مع تحفظنا للمصطلح الذي ذكرته حول القيادات، نحن نؤمن بكل القيادات بالتأكيد التي هي في صالح الشرعية، لكن حتى نتجاوز هذه النقطة ربما هناك الحديث بعدم دعم في هذه الجبهة
ونعود لمحورنا الأساسي وهو موضوع الآن تحرير المخا. هل باعتقادك هذا التصعيد العسكري الأخير والإنجاز الذي حققه التحالف العربي في المخا وميدي سيسهل مهمة تحرير ميناء الحديدة والصريف على المدى القريب سيادة العميد؟ ميناء الحديدة هو آخر منفذ لتهريب الأسلحة، ويجب على قوات الجيش أو القوات المسلحة اليمنية حاليا تستثمر في النجاح الذي تم في محافظة أو مديرية ذوباب وفي مديرية المخا، وتتحرك القوات المشتركة الموجودة في مديرية ميدي شمال الحديدة باتجاه الحديدة وتتقابل هناك. لا بد من تطهير الميناء، لا بد من إغلاق الساحل الغربي كاملا، وبالتالي تبتر مد يد العون الإيرانية البغيضة التي تصل بالتهريب إلى الحوثيين. ولكن أكرر أن هناك بعض الأمور لا يجب أن تكون مادة إعلامية كما تطرحت في سؤالك السابق أو كما كانت وجهة نظرك. نعم هذا ما نتمنى. سيادة العميد، الآن البعض يعني يجري الحديث حول بأن ربما المجتمع الدولي منشغل عن القضية اليمنية أو الأزمة في اليمن. هذا الانشغال من وجهة نظرك إن تم، يعني هل هو يخدم التحالف العربي والشرعية في إنجاز تحرير الساحل الغربي أم لا؟ المجتمع الدولي ليس منشغل، ولكن استطاعت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرم الشريفين الملك سلمان التأثير في البيئة الاستراتيجية المستوى الدولي والإقليمي، وبالتالي كانت بيئة ضاغطة على التحالف. الآن استطاعت المملكة العربية السعودية بفضل الله أن بعد اتصال خادم الحرمين مع سيادة الرئيس الأمريكي أن تعيد زوايا الطاولة بالاتجاه الصحيح، وبالتالي تخلصت التحالف من ضغوط البيئة الدولية. الآن البيئة اليمنية المحلية هي الضغط على الرئيس هادي، على نائبه، على رئيس الوزراء، على رئيس الأركان، على أيضا عمل الخارجية اليمنية الخارجية. الدولة اليمنية ليست عاملة في الخارج، ليس لها أدواتها إعلامية وسياسية ودبلوماسية. نتمنى أن تتفاعل، ونتمنى أيضا من سيادة المشير أو الفريق علي بن محسن صالح الأحمر أيضا أن يقوم بدوره الذي أوكل إليه، وهو الرجل الخبير بالعسكرية والخبير بالمجتمع اليمني. نعم. وأن يخترق القبائل المحيطة بصنعاء، وأن يؤثر أيضا في البيئة المحلية في صنعاء. البيئة المحلية اليمنية هي الضاغطة، وهي من أجل كثير من الاستثمار في الانتصار في المرحلة الماضية. نعم، أفهم من كلامك سيادة العميد بأن الآن أصبح القرار يمني، وقوات التحالف لم يعني إن أراد اليمنيون أن يتخذوا أي خطوة ربما هم يعني بعيدا أو بمنأى عن التحالف العربي، هذا ما تريد القول؟ لا، ليس هذا ما عنيته. المملكة العربية السعودية تقود التحالف، والجمهورية اليمنية الشقيقة هي دولة مؤثرة في التحالف. نعم. بنت المملكة العربية السعودية ودول التحالف جيش يمني وطني أصبح قادر على إدارة عمليات عسكرية الآن. نعم. تستطيع أن تحقق انتصارات في معارك متعددة. إذا استثمرنا في المعارك كسبنا الحرب، أما إذا توقفنا أعطينا الخصم وقت أن يستثمر أيضا في البيئة، وبالتالي قد يحصل على مواد من خلال تهريب من بعض المناطق المحررة مع الأسف. وكما ذكرت لك العلة يمنية، الآن القوات اليمنية هي من تتولى العمليات على الأرض. نعم. التحالف هو من يقدم لها الدعم الجوي واللوجستي. نعم. وأيضا الدعم سيادة العميد، حتى نتحدث يعني ربما بمنطق أكثر. الآن تقول بأن هناك ربما خلل في من يقودون العمليات في اليمن. إذا كان هناك خلل وربما التحالف العربي بيده تغيير، إن كان هناك ربما قيادات كما تحدث فيها خلل وعدم إنجاز مهمة أوكلت إليهم، هذه مسؤولية القيادة اليمنية وليست مسؤولية التحالف. فالتحالف يقدم الاستشارات، يقدم النصح والإرشاد، قد يتدخل إذا كان العمل مضر بعدم تحقيق الأهداف في وقت ما. لكن نتمنى من فخامة الرئيس هادي ومن رئيس الوزراء ومن الفريق علي وأيضا من رئيس الأركان تعنى في مسؤولية كبيرة في اختيار القيادات التي ولاءها لليمن وليس لحزب. نعم. هذا هو نقطة الخلاف مع الأسف. كثير من الجبهات تتعامل بحزبية أكثر من الوطنية. نعم، أشكرك جزيل الشكر العميد حسن الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض لمشاركتك معنا في ملفنا الأخير وفي دقائقنا الأخيرة. ينضم إلينا
رئيس مركز أبعاد الأستاذ عبد السلام محمد. مساء الخير أستاذ عبد السلام. مساء النور. أهلا وسهلا بك وضيفك الكرام وكل المشاهدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد السلام. البداية هذا الأهمية العسكرية التي أو الأهمية الاستراتيجية التي حققتها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في باب المندب وعلى وجه التحديد مديرية وميناء المخا، هل سينعكس سياسيا لإنجاز حل قريب أكيد أو مؤكد يدعم الشرعية وأيضا مفاوضتها مع الانقلابيين؟ أولا بالنظر للوضع اليمني الحالي، أعتقد أن أي تقدم عسكري هو سينعكس بدرجة رئيسية على الوضع السياسي في اليمن واستعادة الدولة. وبالتالي ما حصل في المخا من يعني انتصار عسكري يعتبر انتصار استراتيجي على مستوى المعركة الوطنية وليس تكتيكي. ربما خلال الفترة القادمة سيؤدي ذلك إلى احتمالات كثيرة، أهمها الاحتمال الأول طبعا ضرب معنويات الخصم، وربما هذا الخصم سيراجع خطته العسكرية ويعيد للهجوم في مناطق أخرى، لكن يظل أكثر ضعفا وتدهورا، بمعنى أن الضربات العسكرية ستستمر وهذا سينجم عنه تقدم عسكري للشرعية. وإذا السيناريو الثاني، إذا كان هناك مراجعة سياسية لأداء الجبهة الانقلابية بعد هذه الهزيمة الاستراتيجية التي حصلت لهم في المخا، فأنا أعتقد أنهم سيبدأون بالتواصل للاستسلام، وبالتالي معناه أن الأمر العسكري اللي حصل في المخا سيفرض أمرا سياسيا خلال المرحلة القادمة. نعم، هل تمثل معركة الساحل الذهبي أستاذ عبد السلام استباقا لإنجاز هدف كبير يدعم الشرعية قبل تدخل يعني أي تدخل دولي محتمل في القضية اليمنية؟ أولا معركة الساحل هي معركة مؤجلة كانت، وكان يفترض أن تكون مبكرا لأنها أهدافها كانت لا تتداخل مع الجانب الإقليمي الدولي، وإنما كانت أهدافها بدرجة رئيسية قطع الدعم اللوجستي الذي يحصل عليه الحوثيين من خلال البحر، وأيضا محاصرة المنطقة التي هم مسيطرين عليها في مناطق الإقليم آزال من خلال التقدم في الغرب بعد أن سقطت عليهم المنطقة الشرقية النفطية والمنطقة الجنوبية. لكن الآن معركة الساحل لها مدلولان أكثر من المدلول المحلي، وهو نعم. مدلول تحديد الأمن الإقليمي والأمن الدولي وممرات النفط الدولية في باب المندب، ومن خلال استهداف ناقلات النفط، ومن خلال استهداف الناقلات العسكرية التي تمر من الممرات الإقليمية. هذا الأمر خطير على مستوى أنه كانت محاولة إيرانية لجر المنطقة في صراع من أجل أن لا تكون هناك خسارة لإيران فقط في المنطقة، وإنما نعم. لإرباك الأمر أكثر في الدخول في حرب وصراع دولي كما حصل في سوريا، ليكون بين دول كبرى مثل الولايات المتحدة أمريكا وروسيا، وهذا سيمنع تحرير البلد وإنهاء الانقلاب نعم. وانتصار التحالف العربي والشرعية نعم. وأيضا الأمر الثاني هو أن هذه مثل هذه الحوادث الآن نقلت المعركة من الجانب المحلي إلى الجانب من المحلي الإقليمي إلى الجانب الدولي، وهو قد يسرع الأمر لصالح التحالف إذا كان الخارج اجتمع على مسألة الأمن البحري، وقد يؤدي إلى ربما صراع أكثر. لكن نأمل أن اليمن تستطيع أن تؤكد للعالم وتطمئنهم بأنها قادرة على حماية الأمن الإقليمي، وهذا الانتصار هو حقيقة رسالة أن اليمن والتحالف العربي قادرين على تأمين الساحل. نعم، ما رشح مؤخرا أستاذ عبد السلام من خلال يعني رشح خلاف بين طرفي الانقلاب، وبدأ جليا هذا الأمر من خلال بعض وسائل طرفي الانقلاب، هل هو نتاج لخسرانهم في باب المندب وفقدانهم للمخا ومديرية المخا، أم ربما متعلق ب يعني
متعلق بأمر سياسي آخر ربما يشكل ولا أحد يعرف عنه إلى أين سيصل. بالنسبة هناك يقول هناك بيعة ربما من صالح للحوثيين، وهناك من يقول بأن الحوثيين ربما يريدون أن يبيعوا الرئيس المخلوع للظفر بأي حل سياسي قريبا. أولا التحالف بين الانقلابيين هو عبارة عن حمل كاذب، وهذه حقيقة الأمر التي لم يستطع الانقلابيون أن يعبروا عنها، كان عبارة عن جنين مشوه من دينات متعددة ومختلفة. فصراع الحوثيين ايديولوجي له تداخل اقليمي، وصراع على عبد الله صالح هو صراع استبداد وعوده للسلطه وانتقام من الشعب اليمني الذي ثار ضده في 11 فبراير، وهذان الامران لن يتفقان الى النهايه. وكانت الهزائم العسكريه على فكره هي فتح لهذه الجراح وهذه الملفات وكشف لهذه الخلافات في جينات المتحالفين. لكن ربما الأمر الأخطر أن علي عبد الله صالح قبل بإنهاء حزبه تماما، وقبل بخروجه في الفترة القادمة لصالح إيران من أجل الانتقام إقليميا من المملكة العربية السعودية والخليج، وهذا هو الأمر الخطير. لكن ما يمكن فهمه الآن أن هناك توجهات داخل المؤتمر الشعبي العام وداخل الحرس الجمهوري برفضهم لهذه الآلية التي مستمر عليها على عبد الله صالح، ويبدو أنهم بدأوا الدخول في خلافات مع الحوثيين، خاصة وأن الحوثيين قدموا تطمينات للخليج من خلال اتفاقيات متعددة في الظهران، وهذه الاتفاقيات كانت على أساس مشاركتهم في الحكم وعدم الانتقام ضدهم. وهذا الأمر لم يستمر وسقط وفشل بسبب أن الوضع العسكري وبالذات القيادة للحوثيين قيادة عسكرية مملية من إيران وليست محلية، وهذا الأمر أنهى فرصة كبيرة بالنسبة للحوثيين. وأعتقد أن على عبد أن أتباع أو من أتباع على عبد الله صالح في الحرس الجمهوري وفي المؤتمر الشعبي العام ممن كانوا مع الانقلاب، أعتقد أن لهم تواصل الآن للبدء في هذه الحركة ومحاولة يعني رد اعتبارهم بعد أن تعرضوا لخذلان وإهانات من الحوثيين، وكانت خسائرهم كبيرة في المحا حقيقة. أشكرك رئيس مركز أبعاد للدراسات الأستاذ عبد السلام محمد، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. الشكر أيضا للخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن الشهري، والشكر أيضا لقائد قوات الاحتياط اللواء سمير الحاج. في ختام الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة زميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني حتى الملتقى بحلقة جديدة. وأيضا الشكر أيضا للزميل محمد القاسم الذي شارك في الإعداد. شكرا لكم على المتابعة، نلقاكم إن شاء الله بحلقة جديدة من زوايا الحدث حتى الملتقى. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.